السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى طلبة في مصر، حبايبنا سنة تالتة، ازيكم عاملين ايه؟ جينا سنة تالتة لآخر جزئية عندنا في فيديو ليلة الامتحان، وهي الجزئية التالتة أو الفيديو التالت، واللي هنتكلم فيها عن سؤال الرايتنج. سؤال الرايتنج هو مليء بالسكيلز. طب سؤال الرايتنج ده عملت لنا فيها من الصرمومة، هقول لك بص، أنا جبت لك سؤال الرايتنج ده أهم 100 نقطة. أيوة زي ما أنت سمعت كده، ما تعيدش الفيديو، هما أهم 100 نقطة فعلا في جرامر، أو أنا آسف، في منهج سعادتك في الثانوية العامة. بس أنا قسمتهولك بطريقة جميلة قوي. بص، أنا قسمتهولك بالمنظر ده، قسمتهولك لجدول. بص بقى يا صديقي، ركز كده معايا. الجزء اللي على الشمال ده هو الكيوردز. الكيوردز دي اللي هي من الصرمومة، ده شكل السؤال، يعني ده شكل السؤال هيجي لك فيه المنظر اللي أنا هشرح لك بيه ده. طيب العمود الثاني او الجزء الثاني ده اللي هو مكتوب عنده ذا انسر، ده يا باشا ده الاجابه، ده اللي انت هتلاقيه في الاختيارات وهتختار منه الكلمه اللي انا هقولها لك. فانا كاتب لك هنا كي انسرز او كي ووردز، كلمات داله اول ما هتلاقيها في السؤال بتاع سعادتك هتقوم مختار لها الاجابه. يا جزء شغل البصمجه اللي انت بتحبه، لقيت كذا حط كذا، لقيت سين حط صاد، الموضوع هيبقى ان شاء الله بسيط جدا. طب تعالى كده يلا بينا نشوف. زي ما انت شفت كده، عشان لو ما سمعتش كويس، هي فعلا اهم 100 نقطه في سؤال الرايتنج. يلا بينا سنه ثالثه، انا قادر وانت قادر، وان شاء الله بامر الله هنجيب ال 50 هنجيب ال 50 من 50 ان شاء الله باذن الله في امتحان الانجليزي. يلا بينا. اول حاجه بيقول لك the first paragraph in an essay، اول جمله او اول فقره عندنا، the first paragraph، اول فقره في الايساي بتبقى فقره الايه، هتبقى فقره الانترودكشن او المقدم. طب يلا بينا النقطه اللي بعدها، بيقول لك طب the last paragraph، طب الفقره الاخيره في الايساي بتاعنا بنسميها ايه؟ بنسميها conclusion، يعني الخاتم. رقم 3 بيقول لسعادتك the middle paragraphs، طب الفقرات بقى اللي في النص بقى بنسميها ايه؟ هقول لك بنسميها body paragraphs، يعني الفقرات الموضوعيه اللي بنتكلم فيها عن الموضوع. طيب the main idea of an essay، الفكره الرئيسيه للايساي، الفكره الرئيسيه بنسميها thesis، يعني الاطروحه، بيتم طرح فيها الافكار الرئيسيه عن الموضوع. النقطة اللي بعدها بيقول لك the propose of a persuasive writing، طب ما هو اسم ده، ده ايه يا عم ده؟ ده هو بيغششنا اساسا. هو بيقول لك غرض المقال الاقناعي، persuasive معناها الاقناعي، ما هو بيغششك. غرض المقال الاقناعي او الكتابة المقنعة غرضها ايه؟ اهو to convince. يعني ايه convince يا مستر مؤمن؟ لكي يقنع القارئ. يبقى ركز في الكي ووردز وذاكرها بالطريقه دي، هتلاقي الموضوع بسيط جدا بالنسبه لك. طيب لو جاب لك في الجمله finally personally due to in addition however، كل الجمل دي او كل الكلمات دي، الكلمات دي بتسمى ايه؟ هقول لك الكلمات دي بتسمى transition words. ايه transition words دي؟ كلمات الربط او ادوات الربط. بيقول سعادتك الفكره اللي بعدها components of persuasive essay، عناصر المقال الاقناعي، عناصر المقال الاقناعي. تعال اقول لك، رقم واحد عندنا topic sentence، رقم اثنين عندنا topic sentences اللي هي الفكره او جمله المقدمه، رقم اثنين عندنا thesis اللي هي الاطروحه، رقم ثلاثه عندنا body paragraphs الفقرات الموضوعيه. الفكره اللي بعدها رقم 8 بيقول لك introduces the main idea، مين هي الفكره اللي في الايساي اللي في المقال اللي introduces، تقدم الفكره الرئيسيه للموضوع، الفكره الرئيسيه للموضوع. هقول لك والله اللي بتقدم الفكره الرئيسيه للموضوع يا شباب هي topic sentence، جمله المقدمه. نقطة رقم 9 بيقول لك include examples، انهي فكرة اللي بتتضمن الاكزامبلز الامثلة and supporting statements، جمل للدعم in an essay في المقال. هقول لك فكرة body paragraphs اللي هي الفقرات الموضوعية. نقطة رقم 10 بيقول لك suggests a solution، انك تقترح الحل او رد الفعل للمقال اللي انت اتكلمت عنه، بتقترح الحلول في انهي فكرة من الايساي، طبعا بتقترحه في الكونكلوجن او الخاتمة.
الفكره اللي بعدها بيقول لك restates the thesis، ان انت تعيد صياغه الاطروحه، يعني تكتبها تاني بس بشكل مختلف. في انهي مقال او في انهي جزئيه من المقال هتكتبها؟ طبعا في الconclusion، يعني الخاتمه. طب give reasons، تدي اسباب to support your opinion، ان انت تدي اسباب عشان تدعم رايك، لكي تدعم رايك. هقول لسعادتك ان انت تدي اسباب لتدعيم رايك عن المقال اللي انت بتكتبه، فانت بتكتب الاسباب دي في البادي باراجرافز، المقالات او الفقرات الموضوعيه. 13 او فكره رقم 13 بيقول لك words link together، ان انت تدمج الكلمات مع بعض لاعطاء افكار مختلفه. طب ان احنا ندمج الكلمات مع بعض لاعطاء افكار مختلفه، دي اسمها transitions او روابط الايه؟ الوصل. بعد كده بيقول لك influences you، حاجه بتاثر عليك to do or believe something، ان انت تفعل شيء ما او ان انت تصدق شيء ما. طب ايه هو الحاجه او ايه هو المقال اللي بيؤثر عليك في فعل شيء ما، يؤثر عليك يعني بيقنعك يا سنه ثالثه، عشان كده سموه persuasive essay، يعني مقال اقناعي او مقال مقنع. طب السنتنس، الجمله that gets the reader's attention، الجملة اللي بتحصل على انتباه القارئ، اللي بتجذب القارئ او بتجذب انتباهه، الجملة دي اسمها اهاك، يعني جملة جاذبة ومهمة جدا جدا جدا. الفكرة اللي بعدها بيقولك the beginning of a good report، بداية التقرير الجيد، البداية اسمها propose of writing it او for writing it، يبقى بداية التقرير لازم تبقى propose for writing it، عندك غاية للايه؟ لكتابة هذا التقرير او الغرض من هذا التقرير. language used in writing report، ايه هي اللغه المستخدمه في writing reports، في كتابه التقارير؟ هقول لك اللغه المستخدمه في كتابه التقرير يا سنه ثالثه formal language، يعني اللغه الرسميه. الفكره اللي بعدها بيقول لك reports التقارير present conclusion based on، طيب هي التقارير بتقدم خاتمه based on، مبنية على ايه؟ هقول لك مبنية على investigation. an email sent to universities، الايميل اللي بيتبعت الى الايه؟ الى الجامعات. الايميل ده لازم يكون ايه؟ طبعا لازم يكون formal emails، يعني ايميل رسمي. a way to end a formal email، طب ايه هي الطريقه اللي انا عايز انهي بيها الفورمال ايميل، الايميل الرسمي؟ هقول لسعادتك sincerely، يعني الاخلاص. طيب بيقول لك الكلمات دي او التعبيرات دي زي مثلا furthermore، in addition to، moreover، as well as، besides، further shows، هي الحاجات دي بتوضح ايه؟ بتوضح الaddition، يعني الاضافه. for example، for instance، in fact، to illustrate، shows، هي الكلمات دي او التعبيرات دي بتوضح ايه؟ هقول لك والله بص، هو انا لما اقول for example او for instance او in fact او to illustrate، دايما بقول وراهم ايه؟ دايما بقول وراهم مثال، يبقى giving an example، يعني لاعطاء مثال يا سنه ثالثه. طب also despite in spite of however nevertheless on the other hand but on the contrary whilst shows، هي الكلمات دي او التعبيرات دي بتوضح ايه؟ بتوضح الكونتراست او التناقض. طب all in all in conclusion in short to conclude to sum up، الحاجات دي كلها توضح ايه؟ هقول لك conclude يعني الخاتمه او التلخيص. conclude يشتمل الى وسمرايز الايه؟ التلخيص. عايز تلخص، فطبعا التلخيص دايما بتقوله فين؟ في الخاتمه. As a result, consequently, therefore, hence, since, for this reason, because, as, so, that's why. كل التعبيرات دي بتستخدم مع ايه؟ هقول لك cause and effect، السبب والنتيجة.
After that, then shortly after. الحاجات دي بنستخدمها عشان ايه؟ عشان تعمل sequence يعني تسلسل. Shows two events عشان توضح حدثين happening بيحصلوا at the same time في نفس الوقت. فانت كده بتعمل او لازم تكتب من while. يعني ايه من while يا مستر مؤمن؟ هقول لك معناها اثناء. بتكتب حدثين بيحصلوا في نفس الوقت عشان كده لازم تذكر كلمة ايه؟ من while. طب shows an opinion عشان توضح رأي. عشان توضح رأي لازم تكتب كلمة ايه؟ personally. Shows the result of something عشان توضح نتيجة شيء ما لازم تكتب كلمة ايه؟ as a result يعني نتيجة لذلك. طب بيقول لك we not at the end of a statement. ده اسهل سؤال ممكن يجي في ثانوية عامة. بتحط ايه في نهاية الجملة؟ بحط فعل stop اللي هي النقطة. النقطة اللي بعدها بيقول لسعادتك we use نقط when something is directly said by someone. طيب هو بيقول لك انت تستخدم علامة ايه؟ خلاص لما شيء ما is directly said by someone اتقال مباشرة بواسطة شخص ما. بتستخدم حاجة اسمها speech marks علامات الترقيم. زي اللي هي quotation mark علامات التنصيص كده اللي هي ايه بتاعت لغة الحوار يا شباب علامات الحوار. To show surprise لكي توضح surprise الاندهاش or excitement الإثارة بنستخدم حاجة اسمها exclamation mark علامة التعجب. بيقول لك the first sentence of a paragraph. تاني بيقول لك اول جمله في جمله في الـ في الـ the first sentence of a paragraph اول جمله في الباراجراف او في الفقره اسمها topic sentence جمله المقدمه. بيقول لك to list more than two items in the same sentence عايز تتكلم عن موضوعين في نفس الجمله فبتستخدم لها الايه؟ الكوما. بيقول لك you should put your thesis اطروحاتك الاطروحات. You should put your thesis الاطروحة دي بتتحط فين؟ بيتم طرحها فين؟ حاجة من الاثنين الانترودكشن and conclusion المقدمة والخاتمة. Text نص او خطاب. Describing a person بيصف شخص animal حيوان place مكان thing شيء ما along with area and theme. طيب بقول لك ايه describing دي مش ممكن تعلمها ان انت لما تلاقيها على طول وانت مغمض عينيك اكتب انت descriptive paragraph يعني فقرة او paragraph وصفي. فكرة اللي بعدها after the topic sentence بعد جملة المقدمة و before conclusion اللي بعد المقدمة وقبل الخاتمة اللي في النص ده بيسمى ايه؟ هقولك بيسمى supporting sentence الجمل الداعمة او المسندة للموضوع اللي هي بتتكلم فيها عن الموضوع. الفكرة اللي بعدها بيقولك what a terrible accident needs يعني الجملة دي بتحتاج علامة ايه؟ او that's fantastic الجملة دي تحتاج علامة ايه؟ هقولك what a terrible accident that's fantastic بتحتاج exclamation mark اللي هي علامة التعجب. The not line انهي خط is where you type what the email about انهي خط من الخطوط بتاعت الايميل بتكتب فيها الايميل عن ايه؟ هقول لك ذا سبجكت لاين الخط اللي بتكلم فيه او اللي بكتب فيه كلمه سبجكت الموضوع. بيقول لك سموث اند لوجيكال فلو اوف سنتنس الجمل المنطقيه والسلسه الجمل المنطقيه والسلسه السهله in a paragraph. طب الجمل المنطقيه والسلسه في الباراجراف بتسميها ايه؟ هقول لك بنسميها كورنس التماسك. Includes related details اللي بيشتمل التفاصيل with examples بالأمثلة بيتحط في أنهي جزء في الباراجراف؟ هقول لسعادتك أو في أنهي فقرة من الإيسي بتتحط في البادي باراجرافز الجمل الموضوعية اللي هي بتبقى في النص بعد المقدمة وقبل الخاتمة. بعد كده عندنا shows the beginning of paragraph. طيب هو عشان توضح ان دي اول فقرة او بداية الفقرة بتسيب ايه؟ بنسيب مسافة عشان كده اسمها an indent المسافة البادئة. بيقول لك the bulk is another name for نقط هي كلمة bulk دي ممكن تدي معنى تاني لايه؟ هقول لك ممكن تدي معنى تاني the body اللي هو الجمل الموضوعية.
Another name for the attention grabber. Attention grabber يعني ايه مستر مؤمن؟ هقول لك جمل جذب الانتباه. جمل جذب الانتباه دي ايه المعنى التاني بتاعها؟ المعنى الاساسي اللي انا قلت لك عليها مهمة هي كلمة هوك، الجمل الجاذبة. You can close an informal email with نقط. هو الايميل هنا غير رسمي، خلي بالك غير رسمي. طب الايميل غير رسمي بقى بتقفله بايه؟ طالما غير رسمي بقى اقفله بكلمة باي. طيب we use، بنستخدم ايه هنا؟ to indicate the series of options. انت بنستخدم ايه هنا مستر مؤمن عشان توضح او تختم او تكمل سلسلة الاختيارات؟ هقول لسعادتك والله انا بستخدم الكولن. ايه الكولن دي يا مستر مؤمن؟ هقولك الكولن دي اللي هي النقطتين فوق بعض. Give more information about the topic sentence. انت عايز لسه تدي معلومات اضافية للجملة او المقدمة اللي انت كتبتها، فدي اسمها ايه؟ هقول لسعادتك دي اسمها supporting sentence، الجمل المساندة او جمل الدعم. طيب in a conclusion، في خاتمة of an opinion is say، بقول لك ايه؟ في خاتمة المقال اللي هو بيتكلم فيه عن الرأي لازم تختم بايه؟ هقول لك لازم تختم انك you restate your opinion، تعيد رأيك مرة أخرى للتأكيد، بتأكد على رأيك. الفكرة اللي بعدها بيقول لك طب الفورمال ايميل بقى، الايميل الرسمي should always start with نقط، لازم يبدأ بايه؟ هقول لك طالما ايميل رسمي يبقى لازم يبدأ بالجريتنج، التحية. الفكرة اللي بعدها دير سير او مدام او ميس، الحاجات دي بتتقال في انهي ايميل؟ هقول لك طبعا بتتقال في الفورمال ايميل، الايميل الرسمي. can be used to give a reason، انت عايز جملة او عايز اداة ربط بتستخدمها عشان تعطي سبب. طبعا عندي روابط كتير جدا وذكرناها قبل كده، منهم رابط ديو تو معناها بسبب. طبعا عندنا because وعندنا روابط كتير جدا. فكرة رقم 51، وهنا نبقى وصلنا لنص الميت نقطة ولا حسنا بحاجة والله العظيم. اهم 100 نقطة في الرايتنج قلت لكم، بس هو الرقم يخوف انما الموضوع بسيط جدا. نقط إيساي explains something by presenting evidence. طيب بص، هو إيساي مقال بيوضح something شيء ما بتقديم الدلائل. and factual information، ومعلومات واقعية. انهي إيساي اللي بيقدم شيء ما بتقديم او بيوضح شيء ما بتقديم الدلائل ومعلومات واقعية؟ الإيساي ده اسمه اكسبوستوري، يعني إيساي او مقال تفسيري. At the end of declarative and imperative and conditional sentence، في نهاية الجمل الخبرية والأمرية والشرطية المفروض بتحط ايه؟ يا رب السؤال ده يجي في الامتحان يا رب. فلسطب طبعا بتحط نقطة. بيقول لك used after a comment and او on interjection or what shows surprise. بيقول لك used after a comment on interjection or what shows surprised، حاجة بتوضح الدهشة. طب هو احنا لما بنذكر حاجة بتوضح الدهشة يبقى احنا كده لازم نحط في اخرها ايه؟ هقول لك لازم نحط في اخرها حاجة اسمها exclamation mark، علامة التعجب. used at the end of interrogative sentence، علامة الترقيم اللي بتتحط يا مستر مؤمن في نهاية الجملة الاستفهامية طبعا الquestion mark، علامة الاستفهام. طب used in a direct speech بقى، الجرامر اللي احنا اخدناه في الجزء الاول، الفيديو الاول اللي كان خاص بالجرامر، الدايركت سبيتش الكلام المباشر كنا بنستخدم فيه علامات التنصيص اللي هو الكوتيشن ماركس. طيب الابوستروف اس از ادد، الابوستروف اس دي بتضاف after a singular nouns بعد الاسم المفرد or names او بعد الاسماء عموما to show، لكي توضح حاجه اسمها possession اللي هي الايه؟ الملكيه. طيب to mark the beginning of a sentence، انت عايز توضح ان دي بداية الجملة، بتوضحها ازاي؟ بتخلي اول حرف دايما capital letters، اول حرف capital. after yes or no، بعد yes or no بنحط طبعا comma. introduces list in sentence، انت لسه عايز تقدم قائمة في الجملة بتاعتك، عايز تتكلم او تتكلم عن قائمة في الجمل بتاعتك، فبتحط الكولنز اللي اتفقنا مع بعض انها نقطتين فوق بعض.
Capital letters are used at the beginning of not nouns. الحروف الكابيتال are used تستخدم في بداية not nouns, في بداية proper nouns, أسماء أو الأسماء العلم. تعال نخش على الجزئية اللي بعدها شباب. بيقول لي سعادتك to separate elements or lists within sentence عشان توضح الجمل أو عشان تكتب تكتر من الجمل أو تكتب جمل كتير جدا. هقول لي سعادتك لازم تحط الكومس. We can put, احنا ممكن ان احنا نضع نقط around the titles, حوالين ال titles of films, عناوين الافلام, songs, عناوين الاغاني, poems, عناوين الروايات. طبعا حوالين الاسماء دي كلها بنحط ال quotation mark. النقطة اللي بعدها بيقول لك it's written, حاجة اتكتبت for a specific audience, حاجة تتكتب لجمهور محدد. جمهور محدد, جماعة محددة من الناس بتكتب لها ايه؟ هقول لك بتكتب لها report يعني تقرير. The subject line, العنوان او السطر اللي بنكتب فيه الموضوع. In an email should be not, العنوان او السطر اللي بنكتب فيه عنوان الايميل بتاعنا او موضوع الايميل بتاعنا should be, يجب ان يكون not, يجب ان يكون short and pieces يعني مختصر. النقطة اللي بعدها بيقول لك the three main parts of a paragraph, الأجزاء الثلاثة الرئيسية للفقرة. عندنا رقم واحد topic sentence, عندنا رقم اثنين supporting sentence, آخر حاجة concluding sentence, جمل المقدمة, الجمل المسندة, آخر جملة, جملة الخاتمة. الجزئية اللي بعدها بيقول لك a type of writing that has organized, نوع من أنواع الكتابة organized paragraphs, نوع من أنواع الكتابة عبارة عن فقرات منظمة. ده الإيسي اللي احنا عمالين نتكلم عنه من صباحية ربنا. How many ideas, كم عدد الأفكار should a paragraph contain, التي يجب أن يحتويها الباراجراف اللي هو عبارة عن فقرة واحدة بس, يبقى هيحتوي على only one idea, فكرة واحدة فقط. هو فقرة واحدة يبقى بيحتوي على فكرة واحدة. نقط paragraph often requires research, دايما الإيسي اللي أنا بتكلم عنه ده لازم يحتاج إلى بحث. طالما يحتاج إلى بحث يبقى expository يعني إيسي تفسيري أو مقال تفسيري. A paragraph narrates a story, paragraph أو فقرة بتروي قصة. ده اسمه إيه؟ من اسمه أهو, من اسمه من غشها, narrative إيسي يعني مقال قصصي. A series of sentences, سلسلة من الجمل أو مجموعة من الجمل that talk about a specific subject, مجموعة من الجمل بتتكلم عن موضوع واحد بس محدد هو الباراجراف. لأن الفرق ما بين الباراجراف والإيسي يا شباب إن الباراجراف موضوع واحد فقط, إنما الإيسي عدة فقرات. بعد كده شباب تعال نشوف البنكتويشن مارك, علامات الترقيم, ايه قصصها وايه حكاياتها. مبدئيا كده عندنا الكابيتاليزيشن, الحروف الكبيره. مبدئيا كده الحروف الكبيره دي بنستخدمها فيها من السرمومن. هقول لك بص, بتستخدمها في اول الجمله او اسماء البلاد. يعني احنا هنا مثلا اهو دي جمله, فاولها انا حطيت ايه؟ حطيت الدبليو كابيتال. بيقول لك ايه؟ وي وود لايك تو سبيند ذا هوليداي ان كايرو. طيب ايه تاني؟ اسماء البلاد, اسماء البلاد من السرمومن عندنا اهو, زي مثلا كلمه القاهره حطينا السي ايه؟ السي كابيتال. ايجيبت, مثلا سعودي اريبيا, اي بلد, فرنسا, اي بلد في الدنيا لازم الاسم بتاعها يبقى كابيتال او اول حرف منها يبقى كابيتال. بعد كده عندنا اسماء الاشخاص لازم تبقى كابيتال, الضمير اي على طول كابيتال. اسماء الاشخاص عندنا عمر, هدى, ياسر, كلهم كابيتال والضمير اي دايما يبقى كابيتال. بعد كده عندنا شباب اللغات والمنظمات والايام والشهور. اللغات من السرمومن عندنا الانجليش, United Nations المنظمات, جولاي الشهور, ماندي يوم الاثنين, كل دي الحروف ايه؟ الحروف كابيتال. بعد كده عندنا الاختصارات والتحيات واسماء الكتب. الاختصارات زي اليو اس اي, زي كلمه United States of America, الولايات المتحدة الأمريكية. والاختصارات عندنا هي زي دير, زي مام. بعد كده عندنا مستر أو التحيات, with love أو مستر, دي اختصارات. بعد كده أسماء الكتب زي اسم قصة أوليفر تويست.
رقم 2 الابوستروف. الابوستروف دي اللي هي اسمها الفصله العليا اللي هي الفصله من فوق يا شباب. طيب تستخدم مع ايه؟ الاختصارات والملكيه وجمع الحروف وملكيه الاسم. يعني يا مستر هقول لسعادتك يعني مثلا اهي اي ام اختصار لاي ام، دونت نفس الكلام اختصار لدو، نوت وونت اختصار لويل، نوت في اي اختصار في الدنيا لازم تحط لها ايه؟ لازم تحط لها الابوستروف. بعد كده عندنا girls school الملكيه مدرسه البنات، the boys room غرفه الاولاد، دي كده الايه؟ دي كده الملكيه. جمع الحروف اهي زي ما انت شايف كده، عايز تجمع الحروف مع بعض. بعد كده عندنا ملكيه الاسم نفس الكلام برضو، لميس بوك كتاب لميس او لميس بوك كتب لميس. بعد كده عندنا الكومه، الكومه اللي هي عكس الابوستروف، الابوستروف من فوق انما الكومه من ايه؟ من تحت. طيب يلا بينا، الكومه دي بنستخدمها مع ايه؟ واحد عند مخاطبة الاشخاص، عند مخاطبة الاشخاص يعني انا بكلم عمر عايز اقول له تعالى يا عمر هنا، فانا بقول له عمر كوما كم هير، تعالى الى ايه؟ الى هنا. او العكس لو عايز تحط عمر في الاخر هي هي كم هير، بس المهم تحط كوما قبل الايه؟ قبل الاسم. بعد كده عندنا بعد الظروف في اول الجمله، بعد الظروف في اول الجمله يا مستر مؤمن الظروف اللي هي الادفيربس الاحوال، زي مثلا اهي luckily لحسن الحظ، ده حال في اول الجمله حطيت ايه يا مستر؟ حطيت بعد منه كومه. fortunately برضه لحسن الحظ حطيت بعد منها ايه؟ حطيت بعد منها كومه. بعد كده عندنا بعد كلمات معينه قبل بليز اخر الجمله، تعالى يا باشا ايه هي الكلمات المعينه اللي لازم احط بعدها كوما؟ عندي شور، بليز، يس اور نو، سوري، اكسكيوز مي، هاويفر، وهيلب مي اهي، ادي بليز في الاخر بيتحط قبل منها ايه؟ بيتحط قبل منها كوما. الكلمات دي كلها تعرف لازم ان لازم يجي بعد منها ايه؟ كوما. بعد كده عندنا سلسله من العناصر والفصل التاريخ، يعني ايه يا مستر مؤمن؟ هقول لك اهو، بص يا باشا انا عايز افصل العناصر دي، انا عايز اقول انا زرت القاهره واسيوط والجيزه والمنيا، فانا عايز افصل اهو القاهره وفصلت، اسيوط وفصلت بكومه، الجيزه عشان اخر حاجه فحطيت ما بينها وما بين المنيا كلمه ايه؟ اند. اخر حاجه هو التاريخ 2 مايو قبل ما اكتب 2015 لازم احط قبلها كومه. بعد كده عندنا لسه ما زلنا في الكومة يا شباب، بيقول لك قبل السؤال المزيل. يعني ايه قبل السؤال المزيل؟ السؤال المزيل عندنا اللي هو بمعنى أليس كذلك. بيقول لك يو ار ايجيبشن، انت مصري. Aren't you؟ أليس كذلك؟ قبل ما انا حطيت ايه؟ قبل ما انا حطيت كومة. بعد كده عندنا قبل القوسين يا رصد، فانت هتفتح علامات تنصيص، قبل ما تفتح علامات التنصيص لازم تحط ايه؟ لازم تحط كومة. بعد كده عندنا النقطة تنفع داخل او خارج القوسين لو كانت عبارة عن او العبارة غير اساسية، نضعها بين الفصل بين الصفات وقبل رسم فصل العناصر في التاريخ. يعني يا مستر مؤمن هقول لك بص، يعني انا دلوقتي مثلا بص المثال ده، مستر علي طبعا الاسماء طالما انا بتكلم عنها يبقى انا فصلتها بكومة، هو از 50 years old. طب انا عايز اكمل، عايز اكمل لسه، هو مستر علي اللي عنده 50 سنه لسه عايز اقول عليه ان هو ايه؟ ان هو بيعلمني الانجليزي، فانا عايز افصل ما بين العناصر دي، فانا هفصل ما بين العناصر دي بايه؟ بكوما. ادي الجمله الاولانيه فصلت بكوما، وادي الجمله الثانيه اللي بعدها نفس الكلام برضو، علي بو تاتشاني نيو ريد سبورتس كار، فصلت ما بين العناصر بكوما. In July 3, 1999 1999 برضو قبل التواريخ حطيت كومة. While waiting for the bus عشان أفصل ما بين جملتين حطيت كومة. When I was studying my father came، when I was studying my father came، هنا نفس الكلام من مستر مؤمن، لو عايز تشيل أداة الربط when ممكن تحط however بس بشرط تحط قبل منها نقطة وبعد منها كومة. طيب بعد كده بيقول سعادتك وتوضع في نهاية الكلام المباشر لو جاءت عبارة القول في نهاية الكلام قبل الروابط بعد جملة كاملة. اهو بيقول لك I am coming home late tonight، خلاص انا خلصت الجملة، انا خلصت الجملة حطيت بعدها ايه؟ كومة، عشان اقول لك ان ابويا هو اللي بيقول الفقرة دي، my father said هو اللي بيقول I am coming home late tonight، انا هاجي النهاردة البيت او هرجع البيت النهاردة متأخر.
بعد كده بتيجي بعد but او and, وهنا بيقول لك he was lazy but smart. هنا مش هينفع تحط ايه كوما مع but. بعد كده عندنا الكولن اللي احنا اتكلمنا عليها, وهي النقطتين الرئيسيتين. بيقول لك النقطتين الرئيسيتين للفصل ما بين الساعات والدقائق, اهو دي كده الساعات والدقائق. بعد كده عندنا مع النسبة بتاعت سعادتك, وبعد كده عندنا قبل ذكر قائمة او تفصيل بعد اجمال. يعني مثلا ايه, humans need three things, يعني البني ادم مننا بيحتاج ثلاث حاجات. فانا هنا عايز اذكر الثلاث حاجات. قبل ما اذكر الثلاث حاجات لازم احط النقطتين فوق بعض. بعد كده اذكر اقول لك ان الفود clothing and shelter, انا كده ذكرت الثلاث حاجات. سلمى bought the following items, سلمى اشترت الحاجات اللي انا هذكرها لك, الحاجات الاتية, الحاجات التالية. فطالما هيذكر حاجات برضو فصل ما بينهم بايه, بنقطتين فوق بعض اللي هي اسمها colon. بعد كده عندنا السيمي كولن, وهي الفصلة المنقوطة. الفصلة المنقوطة دي يا شباب اللي هي نقطة بعد منها او تحت منها كومة, بدل نقطتين فوق بعض لا نقطة وكومة. دي تستخدم في, هقول لك بص, رقم واحد اول حاجة لو الجملة التانية توضح او تفسر الجملة الاولى. يعني بص, no it's not a lion it's a tiger, انا ببص على حيوان معين فانا افتكرته اسد. فاللي بيخاطبني اللي بيتكلم معايا بيوضح لي وبيفسرني انه لا ده مش اسد ده نمر. فده كده ايه, الجملة التانية تفسير للاولى. طالما الجملة التانية تفسير للجملة الاولى فانا حطيت حاجة اسمها سيمي كولن, يعني نقطة ايه, فصلة منقوطة. رقم اتنين عندنا لربط جملتين في حال عدم وجود كلمة او اداة ربط. يعني بص, My sister love my stories, my brother like comics. طب انا هنا دول جملتين ومفهومش ادوات ربط او ما فيهاش اداة ربط في النص ما بين الاثنين اهو, يعني انا هنا ما حطيتش بط. فطالما انا ما حطيتش بط لازم اعوض عنها بايه, اعوض عنها بالفصلة المنقوطة. يبقى هنا لو ما فيش اداة ربط بعوض عنها بالفصلة الايه, المنقوطة. وقبل كلمات التالية دي طبعا هتتحفظ زي accordingly, زي consequently, for example, never they, nevertheless. بعد كده عندنا quotation marks اللي هي علامات الاقتباس. اول حاجة عندنا في الكلام المباشر زي ما اتفقنا مع بعض, عمر said, قبل ما هقول اي حاجة لازم احطها ما بين علامات تنصيص, I will take a sandwich. بعد كده عندنا علامات الاستفهام داخل القوس, يعني انا مصر. تعال بص, She said, where is the key? طيب بص كده, اهي علامة استفهام داخل علامات التنصيص, حطيت ما بينهم ايه؟ حطيت ما بينهم quotation mark, علامات التركيب, يعني برضه تستخدم في الكلام المباشر. بعد كده اسماء القصائد او الكتب, اهو The Gardener اسم كتاب, حطيت ما بينها علامات تنصيص. Braveheart برضه حطيت ما بينهم علامات تنصيص. بعد كده عندنا الفول ستوب. الفول ستوب ده يا شباب اللي هي النقطة, بيقول لك اخر الجملة الخبرية او الامرية التي ليست بسؤال ولا تعجب. بص, اي جملة خبرية او امرية, يعني مش جملة استفهامية او جملة فيها اندهاش او تعجب, بتحط الفول ستوب. I was born in a suit, اهو دي كده جملة خبرية. Don't make noise ما فيهاش استفهام, نقطة. Never be late ما فيهاش استفهام ولا تعجب, نقطة. يبقى النقطة بتتحط في الجملة او في نهاية الجملة الخبرية اللي لا فيها استفهام ولا تعجب. بيقول لك الاختصارات وفي نهاية السؤال الذي يتم تحويله الى كلام غير مباشر. الاختصارات زي ما انت شايف هنا, انا عايز اكتب Monday فانا ما كتبتش Monday, اختصرتها كتبت MON فلازم احط في اخرها نقطة. September فانا كتبت في اخرها ايه, نقطة عشان ما كملتهاش. يبقى الاختصارات دايما بحط في اخرها ايه, بحط معاها نقطة. بعد كده في نهاية السؤال الذي يتم تحويله إلى كلام غير مباشر, يعني مثلا she asked, فده كده indirect. me when, مع إن when دي جملة استفهامية أداة استفهام, بس ده كلام غير مباشر عشان كده أنا حطيت في آخره إيه, حطيت في آخره نقطة. الكويتشن مارك أو علامة الاستفهام بيقول لك آخر السؤال بكلمة استفهام, طبعا زي where حطيت في آخرها علامة استفهام. آخر السؤال بفعل مساعد زي do حطيت برضو في آخرها علامة استفهام. وآخر السؤال المزايل اللي قلنا بمعنى أليس كذلك.
بعد كده الاكسكليميشن مارك او علامه التعجب، بيقول لك علامه التعجب دي يا جماعه عباره عن علامه توضع في نهايه الجمل اللي هي تفيد الدهشه. يعني مثلا واتس بيتي هيلب، واو جريت، او ماي جاد، هاو اميزنج، ذاتس فانتاستيك، ذس از ابسولوتلي انكريدبل. كل دي جمل ايه يا مستر مؤمن؟ هقول لسعادتك كل دي جمل اندهاش. منها بقى جمل غضب، منها مفاجأة، منها فرح، منها دهشة، منها ألم. كل الجمل دي من مستر مؤمن بنستخدم معاها الاكسكليميشن مارك أو علامة التعجب. بعد كده دخلنا على جزئية السي في أو السيرة الذاتية، ودي عندنا يعتبر آخر جزئية في سؤال الرايتنج. بيقول لك a short written document، توثيق قصير مكتوب، you sent to employers، انت بتبعته عشان تتوظف او تلتحق بوظيفة معينة، فده طبعا السي في او السيرة الذاتية. طيب بيقول لك في السي في بقى you write your contact details، التفاصيل التواصل معاك زي الموبايل بتاعك والايميل بتاعك، بتكتب الجزئية دي فين؟ بص in the top، في القمة، في اول الصفحة، left corner اللي على اليسار، وبعد كده ايه of the first page، يعني اول صفحة في فوق خالص على الشمال، in the top فوق، left corner على الشمال، on the first page على اول ايه صفحة. بعد كده بيقول لك skills، المهارات، that can be measured، المهارات اللي انت المفروض بتقيسها لنفسك، زي مثلا driver's license، رخصة القيادة، languages، اللغات اللي معاك، المهارات بتاعت الكمبيوتر، المفروض دي بتكتبها فين؟ بتكتبها في الجزء اللي هو الخاص بالhard skills او التكنيكال، التقنيات اللي انت ماهر فيها. بعد كده بيقول لك السكيلز such as a leadership، المهارات بقى اللي ايه اللي في طبعك انت بقى، leadership، شخصية القيادة، team work، العمل الجماعي، communication، التواصل، skills، المهارات، problem solving، قدرتك على حل المشاكل، دي كده بتستخدمها او بنكتبها في الجزء الخاص بالايه soft skills. You include your date of employment، المكان اللي مفروض يشتمل فيه تاريخ توظيفك، your job title and your company name، واسم الشركة بتاعتك، واللوكيشن، المكان، and the description، الوصف، المفروض الكلام ده كله بيتحط فين؟ هقول لسعادتك بيتحط في الجزء اللي هو الخاص بالwork experience section، including your interests، طيب اهتماماتك بقى زي لعب كرة الطايرة، زي plug writing، زي كل ده بيتحط ايه؟ لا ده باشا ده الجزء ده optional، يعني اختياري، يا تحط يا ما تحطوش. In a CV you should avoid نقط، في CV يجب أن تتجنب نقط abbreviations، يجب أن تتجنب الاختصارات. Things that are necessary، حاجات ضرورية، to be included in a CV، حاجات ضرورية لازم CV يشتملها. Previous education، أول حاجة الدراسة بتاعتك السابقة، certificates، مؤهلاتك، degrees، الدرجات اللي انت حصلت عليها، training، فترة التدريب المهنية بتاعتك، والأونلاين كورسز، الكورسات اللي انت حصلت عليها. طيب بعد كده بيقول لك in your profile، في البروفايل بتاعك بقى you should include، تتضمن your contact details، التفاصيل التواصل بتاعتك، زي العنوان بتاعك، زي البيزنس فوتو، الصورة بتاعتك، previous position، المكانة الاجتماعية السابقة، and the education، التعليم بتاعك. طب البروفايل بتاعك لازم ان هو زي بروفايل الفيسبوك كده، لازم ان هو يبقى محتوي على كل ده ليه؟ to look for، لكي تحصل على او تبحث على new job online، وظيفة online. A formal document، توثيق رسمي، often sent from one person، غالبا بيتبعت من شخص to a company، الى شركة، or from one company to another، او من شركة لشركة، ده اسمه ايه؟ اسمه business letter، يعني خطاب عمل. Number، رقم كده that you write، بتكتبه at the end of an address، بتكتبه في نهاية العنوان بتاعك، زي مثلا انت احنا عندنا في العربي بنكتب ايه؟ مثلا 79 اسم الشارع، فالرقم ده اسمه ايه؟ هقول لسعادتك الرقم ده اسمه ديب كود بوست كود، يعني الرمز البريدي. بعد كده عندنا we use الجملة دي to whom it may concern، إلى من يهم الأمر، أنت بتكتب الجملة دي if إيه، لو أنت إيه، if we don't know who we're addressing، إحنا مش عارفين إحنا بنخاطب مين، إحنا بنكلم مين، عشان كده بنكتب إلى من يهم الأمر to whom it may concern.
طيب letter of complaint شكوى أو inquiry استفسار covers letter خطابات تعريفية and adjustment letters يعني خطابات تسوية. كل ده اسمه ايه؟ هقول لك كل دي types of business letters، أشكال من الخطابات الخاصة بالعمل، الخطابات العملية أو التجارية. طيب تكنيك تقنية معينة that helps us to remember, retain and recall the most amount of information. تقنيات معينة بتساعدنا ان احنا ايه نفتكر معلومات قديمة. التقنية دي اسمها ايه؟ note taking technique، يعني تدوين الملحوظات. لازم تكتب الحاجات اللي انت عارفها او المعلومات اللي بتاعت الشغل بتاعك او بتاعت الوظيفة بتاعتك. عشان كده دايما احنا بنرجح فكرة المذاكرة بالايه؟ بالكتابة. بعد كده عندنا a means of communication that can be adapted to various speaking situations such as talking to a group or prefeating a team. بيقول لك حاجة معناها communication، حاجة ليها علاقة بالتواصل، that can be adapted to various speaking، بتوضح ان انت تقدر تتكلم مع جمهور مش معين. انت عايز تتكلم لجمهور او عايز تتكلم لطلبة او عايز تتكلم لموظفين، فعايز تقدم لهم حاجة. فالتقديم اللي انت بتقدمه ده اسمه ايه؟ هقول لك التقديم ده اسمه presentation. يعني اللي انا بعمله معاكم دلوقتي ده سنة تالتة اسمه ايه؟ اسمه presentation، عشان ده طريقة تواصل that can be adapted to various speaking situations. فأي موقف بقى، يعني اي مش شرط شرح، مثلا شرح بتشرح وظيفه بتوضح حاجه معينه، مش شرط. فده اسمه ايه؟ presentation. اللي بعدها بيقول لك the steps of an effective presentation، ايه هي الخطوات عشان يبقى العرض التقديمي بتاعك effective يعني مؤثر. بص اول حاجه plan الخطه، لازم تخطط له كويس. اتنين prepare التحضير، لازم تحضر له كويس. practice الممارسة، تقرأ كويس جدا. present practice انك تمارس العرض التقديمي قبل ما تعرضه للناس. لو جينا شفنا اخر سلايد عندنا سنة تالتة بيقول لك confidence comes with نقط، الثقة تأتي مع practice، تأتي بالممارسة. لما تمارس الحاجة كتير كل ما تكرر، عشان كده يقول لك ايه التكرار يعلم الشطار، لان التكرار ده ممارسة. كل ما تمارس الحاجة اكتر كل ما تزيد فيها ثقة اكتر. You can summarize، تقدر تلخص the key points and thank the audience in نقط، انت تقدر تلخص النقط الرئيسية وتشكر الناس فين؟ في طبعا انا بتكلم على البرزنتيشن، على العرض التقديمي. طبعا اقدر اعمل كل ده في الكونكلوجن في الخاتمة. Don't turn نقط to the audience، ما توجهش نقط الى الجمهور. ما توجهش don't turn your back، ظهرك الى الايه؟ الجمهور. يعني ما ينفعش افضل طول البرزنتيشن طول المقدمه اشرح وانا بظهري كده، طبعا ده بيقلل من التواصل ما بيني وما بين الجمهور. The key to success in presentation is نقط، اكتر حاجه بتنجح البرزنتيشن هو البريبريشن يعني التحضير. بيقول لك to attract لجذب your audience، ان انت تجذب انتباه الجمهور بتاعك. you should make، لازم ان انت تعمل حاجة اسمها eye contact، تواصل بصري، يعني تفضل تبص على عيون كل الناس اللي قاعدة قدامك عشان تحسسها ان انت مركز معاهم. ودي نقطة رقم 100. ويبقى احنا كده سنة تالتة نكون خلصنا فيديوهات ليلة الامتحان اللي قسمتها لك على ثلاث أجزاء. أول جزئية شباب كانت الخاصة بجرامر المنهج بالكامل، الفيديو الثاني كان خاص بالقصة بتاعت سعادتك، شرحنا الـ 12 فصل بالكامل، وآخر جزئية اللي كانت ورايا وهي الجزئية الثالثة اللي اتكلمنا فيها عن أهم 100 نقطة سنة ثالثة خاصة بسؤال الرايتنج. كده سنة ثالثة تبقى خلصت الحكاية. وصدقوني قسما بالله أنا واثق فيك ثقة انت نفسك ما تتخيلهاش. ليه؟ عشان انا عارف ان انت تعبت، وعارف ان الظروف اللي حواليك الفترة دي صعبة جدا، وعارف ان انت بتتغلبها بمجهود لا يعلمه الا الله. يعني انا ما اعرفش المجهود اللي انت بتبذله، ولا والدك ولا والدتك ولا اي حد من عيلتك، بس انا واثق فيك وواثق ان بالرغم من كل الظروف اللي انتوا بتمروا فيها او بتمروا بيها في الفترة اللي احنا فيها دي، يا دفعة 24
صدقني ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وربنا هيسندك وربنا شايف كل التعب والمجهود اللي انت فيه ده، وان شاء الله هيوفقك وهيفرحنا بنتيجتكم. انتوا عارفين ان انا بحبكم قد ايه وعارفين ان انا هفتقدكم قد ايه. صدقوني اخوك حبيبك مؤمن فريد لو زعلك في يوم او لزعلك في مره شباب، فاعرف انه قسما بالله عشان مصلحتك اولا واخيرا. انا مفيش ما بيني وبينك اي حاجه غير 50 درجه، بس صدقني انا لو زعقت لك في يوم فهو عشان خايف على ال50 درجة دول. واثق فيك يا سنة تالتة ان ربنا ان شاء الله هيسر لك امرك، وخليك واثق ان السعي منا والتوفيق من الله. اخوك حبيبك مؤمن فريد، اشوفكوا دايما على خير في افضل كليات. ربنا يسر لك امرك يا حبيبي بالتوفيق يا اغلى طلبة في مصر.